الامام الحجه يعلم الغيب الدليل على ذلك على علم الامام على علم الامام الحجه على علم النبي في القران الكريم موجود الله تعالى يقول لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى الله يعطي لانبيائه علم الغيب، شنو علم الحضور هو من عدنا انتم ليش تروحون في الاشكال على علم الغيب؟ تعالوا الى علم الحضور، انا اعلم انتم الان موجودين، هذا العلم منين عندي؟ هذا مني؟ هذا علم ذاتي؟ احنا عدنا شيء ذاتي؟ نحن الممكنات؟ لو هذا باعطاء الله تعالى. الله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، حتى علمكم بالاوليات والبديهيات، وبان اجتماع النقيضين محال، وقانون الاوليه، قانون الذاتيه التي يبني عليها علماء المنطق الجديد جميع المعارف، قانون الذاتيه. من اين جاءت؟ منكم؟ لا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الله اعطاكم فاذا الله اعطاكم علم الشهود فما المانع ان يعطي بعض اوليائه علم الغيب ايضا ليش واحد يخاف الا من ارتضى من رسول والرسول يعطيه له اوصيائه من بعده أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب ما المانع من ذلك؟ إذا قلنا النبي الأعظم يعلم علم الغيب ما المانع من ذلك القرآن يدل على ذلك الملائكة تعلم علم الغيب بتعليم الله النبي إلى مقامه الإمام الحجة إلى مقامه الملائكة ما قالوا لله اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هاي النبوءة ما كانت نبوءة دقيقة وتعكس لنا تاريخ البشرية من اليوم الاول إلى يوم الظهور. إذا تريدون تخلون عنوان للبشرية اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا مو علم الغيب؟ فواحد يظن ان النبي الاعظم او الائمه او الامام الحجه بشر مثلنا ما يعلمون الغي، ما عندهم ولايه تكوينيه، عندما نقول الامام الحجه له ولايه تكوينيه لا لا تتكلموا، ليش ما نتكلم؟ البرهان ويا